بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد مع أسئلتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذه الأخت تقول: الشيخ، ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهل هذا يشمل الرجال والنساء أم أن هذا خاص بالرجال فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها عامة للرجال وللنساء، وهي على سبيل الإجمال من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه هي أوقات النهي عن الصلاة للرجال والنساء، والمراد صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة إذا نسيها أو نام عنها فإنه يصليها في أي وقت تذكرها أو استيقظ. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك ركعة الطواف، إذا طاف الإنسان بالبيت في أي وقت فإنه يصلي ركعتين بعد الطواف. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. اختلف العلماء في بقية ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتي الوضوء، فبعضهم أجازها لوجود أسبابها في أي وقت، وبعضهم يعمم النهي عنها. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، لو مر أمامي رجل وأنا أصلي فهل يقطع صلاتي، وهل أعيد الصلاة، وما حكم وضع السترة، هل هي واجبة؟ السترة مستحبة لأنها تمنع المرء، ولا وإلى والمرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن هناك سترة محرم، شديد التحريم. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فيه إثم عظيم على المرء، هو حرام عليه أن يمر بين المصلي وبين سترته أو قريبا منه لهذا الحديث. ويجب على المصلي أن يمنع المار بين يديه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبى لا يدعن أحدكم من يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، أو ما هذا معناه من الحديث الشريف. فيحرم على المار أن يمر، ويحرم على المصلي أن يمكنه من ذلك وهو يقدر على منعه. نعم. الشيخ صالح، يعني تساهل بعض الناس في المرور أمام المصلي، هل هو جهل منهم يا شيخ؟ جهل منهم، نعم، أو عدم مبالاة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ، لكن الرجل لا يقطع، الرجل إذا مر لا يقطع الصلاة مع الإثم، لا يقطع الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل أسامة يقول: ما حكم ترتيب أعمال العمرة، وما حكم تقديم السعي على الطواف مأجورين، فقد قرأت بأن هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج واعتمر، وقال: خذوا عني مناسككم. يرتب مناسك الحج ومناسك العمرة على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العمرة بدأ صلى الله عليه وسلم بالطواف، طواف بالبيت، طواف العمرة، ثم خرج إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب. نحن نرتب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، لا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. هذا كأنه خاص بالذي نسي الترتيب،
لأنه قال لم أشعر، أو هو خاص بأعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر الأربعة التي هي رمي الجمرة ونحر الهدي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي، الأعمال الأربعة يوم النحر إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك، وأما غير ذلك فيجب الترتيب بين مناسك الحج. نعم. الأخ أيضا السائل يسأل عن فضل قراءة سورة الفاتحة. لم يرد أن سورة الفاتحة تقرأ إلا في الصلاة فرضها ونفلها، لأنها ركن من أركان الصلاة، وكذلك تقرأ للرقية، تقرأ للرقية من لدغ الثعبان أو العقرب أو رقية من المرض، وتقرأ من أجل الرقية. أما أن تقرأ في الحفلات أو في ختام القراءة، قراءة القرآن أو نهاية المجلس، فهذا كله لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت أم محمد تقول: ما حكم زكاة المرأة بالنسبة للأضحية إذا لم يكن في البيت من يقوم بهذا؟ وما حكم الذبح ليلا للأضاحي؟ ومتى آخر موعد للأضاحي؟ لا بأس بزكاة المرأة وزكاة الرجل، لا حرج في ذلك. إذا كانت المرأة تحسن الزكاة، تعرف أحكامها، فلا بأس بذلك، هي والرجل سواء في هذا. كانت جارية ترعى غنما في جبل في أحد، اعتدى الذئب على واحدة منها، فأخذت المرأة حصاة حادة فدكتها، النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكلها، دل على أن تذكية المرأة أنها تبيح الذبيحة، الحمد لله. وأما أيام الأضحية هي 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، اليوم 11 و12 و13، إذا غربت الشمس من اليوم 13 انتهى وقت الذبح، ولا بأس بالذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام. الأخت سارة من الدوادمي لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الرسالة التي وصلتنا منها تقول: أيهما أفضل للميت، الدعاء أو الصدقة؟ كلاهما جائز، ولكن يظهر والله أعلم أن الصدقة أفضل، لأن نفعها يتعدى إلى المحتاجين. نعم. تقول: بالنسبة يا شيخ للإفرازات إذا خرجت بكثرة من المرأة، ماذا تعمل إذا توضأت لصلاة طويلة؟ نعم، التي تخرج منها الإفرازات باستمرار حكمها حكم من به سلس البول، تستجمر أو تستنجي عند الصلاة، ثم تضع حافظا يمنع تسرب الإفرازات على المخرج، ثم تتوضأ وتصلي، تفعل عند كل صلاة هذا في العمل، لأنها في حكم من به سلس البول. وأما إذا كانت الإفرازات إنما تأتي في حين دون آخر، هذه ليس لها حكم سلس البول، لا تصلي حتى تنقطع الإفرازات، وتستنجي وتتوضأ وتصلي. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت سارة تقول: ما حكم تفتيش الخادمة دون علمها إذا أرادت السفر إلى بلدها؟ إذا كان هذا له حاجة، إن كانت متهمة بشيء وتفتش من أجل استبرائها من التهمة لا بأس بذلك، أما إذا كانت معروفة بالثقة وعدم الخيانة فلا داعي للتفتيش، لأن هذا يؤذيها ويسيء إليها. نعم. تقول الأخت أيضا: ما حكم الشيخ من يتصل بالجوال وهو يصلي لإيقاظ النائم لأداء صلاة الفجر؟ لا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى، أن تتصل على النائم بالجوال أو بالهاتف أو تدق عليه الباب، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. تقول: ولكنها تكون في الصلاة فضيلة الشيخ، تعيد مثلا الجوال مرة ثانية أو تهمز الجوال ل... لا بأس بذلك، لأن هذا لحاجة والحركة يسيرة. تقول: إزالة الشعر الغير مرغوب فيه بالنسبة للمرأة ويستخدمن الحلاوة، هل يعتبر ذلك فيه شيء؟ الشعر المطلوب أخذه كشعر العانة والآباط، هذا تزيله بأي وسيلة ليس فيها ضرر، تزيله بأي وسيلة ليس فيها ضرر عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة عن صلاة المريض إذا كان جالسا، كيف يصلي الشخص المريض إذا كان جالسا؟ نعم، استقبل القبلة وهو جالس متورك أو مفترش أو
أو متورث أو مفترش أو متربع على حسب الأرفق به، يستقبل القبلة ويصلي ويركع ويسجد إن استطاع على الأرض، وإن لم يستطع فإنه يومي بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. نعم. يقول الشيخ: بالنسبة لتحريك الشفتين سواء كان ذلك في الصلاة المفروضة أو السنن الرواتب أو في الأذكار، هل يلزم تحريك الشفتين أو يكفي ويجزي بدون تحريك الشفتين؟ لا بد من الصوت، لا بد أن يقرأ ويذكر الله ويكبر ويأتي بالأقوال المشروعة في الصلاة، أن يأتي بها بالصوت بقدر ما يسمع نفسه ويحرك شفتيه بذلك، ولا يكفي إمرار ذلك على ذاكرتها وعلى قلبه فقط. نعم. يقول السائل: إذا كان في الأضحية يا شيخ عيب من العيوب ولم ينتبه إليه المضحي، هل تجزي؟ وإذا كان قد علم قبل ذبحها أيضا هل تجزي؟ إذا كان من العيوب التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كالعور والعرج والمرض وغير ذلك من العيوب المنصوصة فإنها لا تجزي. نعم. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الآية واضحة، لما نهى الله عن الخمر وهو المسكر المعروف من أي مادة كان، ونهى عن الميسر وهو القمار، بين الحكمة في المنع من ذلك، هو أن الشيطان يستخدم المسكر ويستخدم الميسر للتعاطيه بين الناس لأجل إيقاع العداوة والبغضة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا ما يريده الشيطان، أنه يتخذ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يريد من ذلك إشغال الناس وصرفهم عن دينهم وعن عقيدتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخيرا السائل الشيخ: هل ينبه الذي يأكل ويشرب وهو صائم أم لا؟ فقد سمعت بعض الناس يقولون: نتركه يأكل ويشرب فقد أطعمه الله وسقى. ينبه على ذلك، على يترك يستمر على الخطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم إعادة الصلاة مرتين الظهر احتياطا؟ فعادة يحصل عندي أوهام وأفكار وهواجس فأعيدها احتياطا لتقبل مني. هذا لا يجوز، تكرار الصلاة من أجل الوسواس أو من أجل أنك ترى أن تخاف أن الأولى غير مجزية، هذا من الوسواس الذي لا يجوز، لا تكرر الصلاة والحمد لله. نعم. يقول الشيخ: لو كان علي قضاء صلوات فائدة كيف يكون الترتيب فيها؟ هل أصلي مثلا الظهر وأصلي معها الفائتة من الظهر وعند العصر كذلك والمغرب كذلك، أم أخصص يوما أصلي فيه الفوائد؟ هذا غلط، عند يذكره بعض العوام أن الصلاة الفائتة توزع على نظيراتها من الصلوات، الظهر تطلع مع الظهر والعصر مع العصر، وهذا غلط. والواجب المبادرة بالقضاء سردا مع الترتيب، الصلوات الفائتة تقضى سردا في مكان واحد مع الترتيب، اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى تنتهي. نعم. يقول: أسأل عن مدى صحة هذه الأحاديث، فقد قرأت أحد الكتب وهو يستدل بها: صوموا تصحوا. الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، الصيام فيه صحة للبدن. نعم. أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن الحجامة تفطر الصائم بالنسبة للمحجوم لاستخراج الدم الكثير منه، وبالنسبة للحاجم لأنه مظنة يتطاير شيء من الدم إلى حلقه بواسطة مص القرن الذي يحجم به. نعم. يقول الشيخ: بعض الناس يخصص رمضان بمزيد من العبادة والعناية، وإذا خرج رمضان تساهل بقية الشهور حتى دخول رمضان الثاني. نعم، رمضان له مزية بلا شك، وهو وقت فاضل تضاعف فيه الحسنات والأعمال الصالحة، لكن لا ينبغي أن يكون اجتهاد المسلم في السنن والمستحبات والطاعات مقصورا على رمضان، بل يجتهد في العبادات المستحبة مع الفرائض، مع أداء الفرائض في كل وقت، لأنه بحاجة إلى ذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل هناك آيات منجيات من عذاب القبر يرددها الإنسان حتى يوافيه الأجل؟ فقد قرأت عن ذلك في أحد الكتب.
ورد ذلك في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك أنها تنجي من عذاب القبر. فإذا قرأها الإنسان بهذا القصد إنه حري أن ينجيه الله من عذاب القبر مع تجنب أسباب عذاب القبر، لأن عذاب القبر له أسباب، منها النميمة ومنها عدم الاستنزاف من البول وغير ذلك من الأعمال السيئة. يقول السائل في آخر أسئلة في هذه الرسالة: يا شيخ، بين المؤذن وإمام المسجد سوء تفاهم وشقنا على مدار السنة في المسجد، هل تجوز الصلاة خلفهم والحال ما ذكر؟ وما نصيحة الشيخ للمؤذنين والآئمة؟ الصلاة تصح، ولكن التشاحن بين المسلمين لا يجوز، ويجب الإصلاح بين المتشاحنين والمتخاصمين. قال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أبو علي يقول: شيخ، بعض الأباء والأمهات لا يفقهون أبناءهم أمور الشرع ولا يعلمونهم أيضا الأمور الشرعية، وتجدهم سلبيين مع أولادهم وخصوصا في معرفة الأحكام الشرعية، هل تبرأ ذمة هؤلاء الآباء والأمهات؟ وما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن يربوا أولادهم على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فواجب على الوالدين أن يربي أولادهما على العبادة وعلى الطاعة وعلى أداء الواجبات، تجنب المحرمات، لأنهما أمانة في أعناقهم وهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وما حصل الخلل في أولاد المسلمين إلا بسبب إهمال الوالدين وعدم قيامهما بما أوجب الله عليهما نحو أولادهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسأل بالنسبة للعوام، بعض العوام يتيمم عدة فروض وذلك في شدة البرد، هل يؤمر بقضاء الصلوات التي صلاها بالتيمم؟ لا يجوز التيمم إلا لعذر شرعي، إما لعدم الماء وإما للعجز عن استعماله. ما دام الماء موجود ويمكن استعماله فإنه يجب، ولا تجزي الصلاة بدون الوضوء والطهارة بالماء، إلا إذا كان البرد شديدا وليس عنده ما يسخن به الماء ويزيل برودته فإنه يتيمم. إذا كان الماء باردا جدا وليس عنده ما يسخنه به فإنه يتيمم في هذه الحالة. وأما إذا كان عنده ما يسخن به الماء فإنه لا يجزيه التيمم. يقول: ما الفرق يا شيخ بين صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وهل عدد الركعات واحد؟ وما حكم الدعاء فيهما؟ لا فرق بينهما، فالتراويح من التهجد، ولكن التراويح خاصة بشهر رمضان، التهجد يكون في سائر السنة، بينهما عموم وهو خصوص. لا حصر للركعات لأنه لم يرد يعني تحديد صلاة الليل أو صلاة التراويح، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ولم يحدد عددا، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، وقال أفضل، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة الليل بعد الفريضة. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم عددا، المسلم يصلي ما تيسر له ويختم ذلك بالوتر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاءت لي زكاة فطر من أقربائي، فهل يجوز أن أدفعها زكاة عني وعن أولادي للآخرين؟ إذا أخذت صدقة الفطر مستحقا لها لك أن تتصرف فيها وأن تدفعها عن نفسك وعن أولادك إذا لم يكن عندك ما تدفعه في صدقة الفطر. نعم، أخيرا يقول: يا شيخ، ما فضل الصيام بعد رمضان لمن أراد الاستزادة من الخير؟ نعم، الصيام بعد رمضان مستحب، الست من شوال، صيام عشر ذي الحجة، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه أنواع مستحبة من الصيام. هذه الأخت السائلة أم مرام تقول: تذكر بأنها امرأة موعد ولادتها عادة يكون في رمضان في السنوات الماضية، ولم تصم ثلاث رمضانات،
وفي هذه السنة يدخل عليها رمضان الرابع، فهل عليها كفارة؟ إذا كان تأخيرها انقضى من غير عذر حتى يأتيها رمضان الجديد فإنه يلزمها أمران: القضاء ويلزمها الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، مقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم عن التأخير. أما إذا كان تأخيرها لعذر لم تتمكن من القضاء بين الرمضانين فإنه يجب عليها شيء واحد وهو القضاء. نعم. يستفسر الأخ أبو مازن عن كتاب يا شيخ الكامل لابن الأثير الجزري. هذا كتاب تاريخ تغيره من كتب التواريخ، يستفاد منه من ناحية الأحداث والوقائع التي حصلت. نعم. يقول: ما المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة، وماذا يدخل في عروض التجارة؟ عروض التجارة يراد بها السلع المعدة للبيع، الزكاة تجب في قيمتها، إن باعها زكى القيمة التي باعها بها، وإن بقيت عنده حتى تم عليها الحول فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر. أخيرا نختم هذه الحلقة برسالة الأخت سلمى تسأل الشيخ عن أقل النفاس عند المرأة وما أكثره. لا حد لأقله، ومن النساء من لا يأتيها نفاس، لا حد لأقله، وأما أكثره فهو 40 يوم. 40 يوما. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة من هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.